القناة الوطنية بريس من الطلب اللي تقدمت به شركة منجم الأكواب، واللي كان عندنا لقاء اليوم مع السيد المدير بعد واحد الاعتصام انتحاري اللي خاضوه العمال على واحد الغرق ديال 800 ميل. الأستاذ شطوبان، لماذا دخل عمال جبل العمان في هذا الاعتصام؟ أولا كنشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة اللي درتو، لأنكم أول تقريبا جريدة اللي جات تشوف في البلاصة أشوقع. السبب ديال هاد الإضراب هو ديال في المطار. حنا بغينا نديرو واحد المشروع ديال واحد البير، لأن المصعد الحالي عنده فيه 656 متر في العمق ديالو. الناس كيهضروا على 1000 متر و 800 متر، ما كاينش العمق ديالي كيوصل ليه البير حاليا هو 650 متر. اذا العمال يتواجدون في العمق ديال 650 متر. حنا نظرا للابحاث اللي درناها هاد السنوات الاخيره، لقينا احتياطات مهمه ديال المعدن ديال الرصاص والمسعاد الحالي ما يقدرش يفوت داك العمق. الاحتياطات اللي لقينا كتفوت تقريبا اكثر من 20 سنه، اللي غادي تزيد في العمر ديال المنجم تزيد فيه اكثر من 20 سنه. عيطنا اللي مشينا نقلبوا شكون اللي يقدر يدير هاد البير هذا، ما لقينا حتى شي شركه اللي تقدر ديرو على الصعيد الوطني. مشينا شفنا الشركات الاجنبيه خاصة في كندا اللي كيديروا بحال هاد البيان هادو، ولقيناهم داروا حتى في واحد الشركة دارت 3000 متر 3 كيلومتر تحت الأرض. مني بغينا نديرو هاد المشروع هذا، درنا ليه دراسة وتقييم، ولقينا تقريبا كيفوت 20 مليار سنتيم. 20 مليار سنتيم من اتجهنا للبنوك، سواء البنوك الوطنية ولا البنوك الدولية، تيطلبوا لينا اتفاقية جماعية اللي كتفوت المدة ديال الإنجاز ديال هذا المشروع، يعني 40 أو 50. عيطنا للإخوان ديالنا في النقابات، قلنا لهم أودي خصنا نتفقوا على واحد المدة ديال 4 سنين ديال السلم الاجتماعي، وغادي نشوفوا الحاجة اللي يمكن نقدروا نحسنوا بها ظروف العمال وظروف العمال إلى آخره. جابوا الإخوان ديال اليمتي، جابوا الملف المطالب ديالهم، قالوا لك احنا مستعدين ندرسوا على 4 سنين. جاو الاخوان ديال جي تي ام، جابوا الملف، قال لك حنا ما يمكن ليناش نتذكروا على 4 سنين، غادي نتذكروا على غير على عام. جاو نهار 13 في مارس، نهار 18 في مارس علينا باش يتفهموا هذا المشكل هذا، ما تفهموش في الاخر. ماشي مشكل، حتى هما قبلوا، قال لك حتى ملي جاو الناس ديالهم ديال الرباط والوطني على مستوى الجهوي والوطني، قال لك حتى حنا مستعدين نتذكروا على 4 سنين. قلنا لهم الاخوان كاملين، قلنا لهم ودي الا كان ممكن خصكم تجيو كاملين، نتذكروا كاملين، نديروا واحد الاجتماع كامل يكونوا فيه صحاب اليمتي وصحاب الجيتين. قلت لهم راه حتى اليوم حتى في الحكومه راه كتجمع النقابيين كاملين ديال جميع النقاب. هما قالوا لك لا انا سيدي ما يمكنش نتلاقاو، ما غاديش نتلاقاو. ربما قال لهم تبدا تتيلي. العيلة ما غاديش نتلاقاو، مني ما بغاوش يتلاقاو. حنا هضرنا مع اليمتي، علاش هضرنا عليها؟ هذا كنجاوب لك عليه، يمكن ياك ماشي. لا، فيما يخص الاتفاق اللي عقدتو السي شطوبان، علاش عقدتوه مع واحد النقابة اللي موالية لكم؟ كيف تسمحون علاش عقدتوه مع واحد النقابة اللي تتهمكم أنها موالية لكم، مع الإقصاء ديال النقابة الأخرى اللي راها الوضعية ديالها قانونية السي شطوبان؟ كنشكركم على هذا السؤال هذا. اولا حنا ما عندناش نقابه مواليه لنا، حنا جميع النقابات سواسيه امام القانون، يعني كنحترمهم كاملين، لان الدستور كيحترمهم كيعطيهم الحق ديال الله. حنا عقدتنا النقابه ديال اللي يمكن نتذكروا معها، لانها هي اللي عطاها القانون التمثيليه. كاين القانون 95 في البند 95 ديال مدونه الشغل كتقول لك في المفاوضات الجماعيه يجب التفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية، والنقابة الأكثر تمثيلية باش كتقاس بعدد المناديب المندوبين للمستأجرين. بالنسبة لليمتي المناديب تقريبا كلهم ديالها،
دونك لي جيتي ما عندها حتى شي مندوب. واحد اللي دار لي الاستقاله من لي ام تي، الاخرين تابعين لي ام تي ومسجلين باسم لي ام تي الى اخره. مع ذلك راه ما قصيناش النقابه الاخرى سي حميد، ما قصيناش، حيطنا عليهم قلنا لهم اجيو ونتذكروا، ذكرنا معاهم كما قلت لك نهار 13 نهار 18 نهار 29، درنا اجتماعات على مستوى العالم ومستوى العماله، قلنا لهم اودي اجيو حتى انتم تشاركوا في هذا الاخر هذا. المهم ذكرنا مع ديك النقابه على هذا الاساس اللي قلت لك، وصلنا للاتفاقيه ديال 4 سنين اللي عطينا بزاف ديال النقاط ديال اللي كيهموا العمال بزاف، سواء في المستوى ديال الاجره، سواء على المستوى ديال الفريم، على السكن، على الحج، على العيد، على الى اخره. كاين بزاف ديال الاخر نقدر لك حتى نقدر نعطيك حتى الاخر ديال سيرتو بال المعتصمين الاخوان اللي راهم من حتى الساعه مازالين في الغار معتصمين، كيتهموكم بالتعنت في عدم التجاوب مع المطالب ديالهم، مثلا الكرامه، تضييق على الحريات النقابيه، عدم تطبيق مدونه الشغل، عدم التراجع عن بعض القرارات الخطيرة اللي اتخذتها سيادتكم مع ثلاثة عمال. شكرا. أولا هذا لا أساس له من الصحة. فيما يخص الكرامة وتضييق الحريات، راه حنا في دولة الحق والقانون. راه كاينين النقابات، كاين الطاقة والمعادن، كاين جميع الآخر، كاين الناس اللي خدامين على السلطات المحلية، كاين كل شيء. هذا الشيء حنا ما ضيقنا على حتى شي واحد، ما درنا لا خو الكرام، ما تراجعنا حنا حتى شي قرار. فيما يخص هذوك ثلاثه العمال اللي قلتين راه تبعتهم حنا فعلا، كاينين جوج اللي جرينا عليهم. علاش؟ لان واحد على جرينا عليهم ووقفناهم، ماشي حتى جرينا عليهم، وقفناهم وعيطنا وصيفطنا المفتي الشغل. ميكرو باش تسمع. دونك المفتي الشغل، وعيط المفتي الشغل، جا مفتي الشغل كون واحد اللجنه الاساسيه، كاينه اللجنه لا كوميسيون سكون ابيل في الفرنسا، ولا كوميسيون دي ستاتي دي بيرسونيل. انا ما داخلش كاع في ديك اللجنه، هو يقول لك السي عمراني انا ما كاينش، كاين فيها الممثلين ديال العمال، الممثلين ديال الشركه. دار واحد الاجتماع هنا في نهار كان 12 من نهار شي نهار 28 نهار 28 خرجوا بقرارات، قالوا هذاك السيد واحد من واحد دوك الاخوان قالوا بانه غادي يمشي يشوف طبيب الشغل، الا قال لي طبيب الشغل تقدر تخدم يمشي يخدم، ما كاينش ديك الساعه يشوفوا لك ديالو، ولا يمشي لواحد الخدمه اخرى اللي هي سهله يدوز فيها واحد الشهر باش يتريادابتا ومن بعد يمشي للخدمه ديالو. اما فيما يخص الاخر، السيد الاخر المشكل ديالو وهو انه ما جاش في البوست ديالو، ما جاش بحال قلتي عنده البوست الاول، جا في البوست الثاني ما خداش لي كونسين، ينزل بوحدو للغار ومشى وتبليسا، وقال لك تبليسيت وطلع تبليسا، مشى جلس. حنا بالنسبه لينا ما جاش في البوست اللي كيعني. قلتم طبيب الشغل. نعم. ادارتكم متهمه بالتواطؤ مع طبيب الشغل. هادشي الادعاءات اللي وصلتنا استاذي، ان ادارتكم متهمه بالتواطؤ مع طبيب الشغل ضد العامل المصاب في حادثه ديال الشغل او مرض مهني، ما قولكم سي شطوطه؟ هذا لا بهتان، هو لا طبيب الشغل راه عنده الحريه ديالو، الاخر ديالو ما عندناش عليه حتى شي لاخر كعرفتيها. فيما يخص كلا قلتي لا في حوادث الشغل بعدا، ماشي هو اللي كيدير الحوادث، كنديرو ملي كتكون حادث الشغل كيدير الرابور ديالو كيمشي للمحكمه، المحكمه هي اللي كتحكم. فيما يخص امراض المهنيه راه ماشي طبيب الشغل هو اللي كيحدد فيهم الاخر، راه كاين الخبره الثلاثيه اللي كيكون فيها ثلاثه الاطباء، يا اما في مستشفى يا اما محمد الخامس في مكناس، ولا الاخر ديال الدار البيضاء ديال غشت 20 غشت في الدار البيضاء. طبيب الشغل ما عنده حتى شي رتبه هادشي، وما عندنا عليه حتى شي تشي. سؤال اخر الاخ شطوبان، بشأن الاستثمار المتعلق بتوسيع انشطه المنجم. نعم. ما هو الثمن الذي قدمتوه مقابل ما سميتموه بالسلم الاجتماعي لمده 4 سنوات؟ مزيان. اولا هذا المشروع السي حميد، هذا المشروع غادي يضر واحد الخير كثير على الناحيه ديال المركز، لان الا ما درناش هذا المشروع المينا غتحبس من هنا 3 سنين ما تفوتهاش. اولا غادي تخدم، غادي تزيد تخدم العمال،
فيما يخص الاتفاقيه اللي درنا مع العمال، راه اتفقنا معاهم باش نعطيهم ما يقرب 467 مليون في العام على مده 4 سنين، 476 مليون لكل عام، لكل عام زياده على العمال اللي غادي يتزادوا يخدموا، غادي يتزاد الانتاج، وغادي يكون نفع على جميع المستويات، والاستمراريه ديال الشركه واستمراريه العمل ديال الخدمه. الارباح ديال الشركه سي شطوبان فات 48 مليار، شنو هو النصيب ديال ديال العامل من هاد 48 مليار اللي كاين دي بونص نورمالمون، واش نتوما 48 مليار شنو هو النصيب ديال العمال منها؟ كنشكرك على هذا السؤال لان كيتعاود على بزاف ديال الالسنه. اولا الشركه ما ربحت 48 مليار، اولا تنقول لك نقدر ناكد لك دابا بان ميم لو شيفر دافير يعني الراس مال لو شيفر دافير ديال 2015 ما وصلش حتى 40 مليار، وكيف بالارباح ديال الشركه توصل 48 مليار. المهم كيف ما كان الحال، الارباح ديال الشركه الخدامه العمال كنديروا معاهم واحد الاتفاقيه بانه الا وصلنا لواحد النتيجه هاني غادي نعطيهم، راه عندي داكشي اللي نعطيها لك كتابه، الا وصلنا ل 93% اللي غادي يشدوا، الا وصلنا 94% اللي غادي يشدوا، الى 95% اللي غادي يشدوا، وزياده على العمال ديالنا راه عندهم الشرط 13، عندهم لوبجيكتيف. هذا لوبجيكتيف لا علاش هضرتي عليه، هذا راه غير هذو راه غير زعما ارقام غير صحيحه. الصحفي حسن مرابط مدير الزميلة فزاز من بعد ما سمعوا بان غادي نجي عندكم كان صيفط ليا في الخاص بعض الاسئله اللي حيرت الزميل ومن حقنا اننا مرحبا ماشي مشكل مستعدين نجاوب. هنا يقول تقول الزميلة فزاز هل هناك عمال تجاوزوا 10 سنين في العمل داخل المنجم، أليس هذا ظلم في حقهم بعد ترسيمهم بعدم ترسيمهم، مع العلم أن شركات المناولة في قانون الشغل المنجمي العالمي يمنع عنك إبرام عقود الاستغلال المناجم للناس اللي متقاعدين؟ لا ماشي لا بالنسبة لعقود الشغل إبرام عقود الشغل بالمنجم. نعم أولا السماحة السي حميد ما كاين شي قانون اللي كيمنع على حنا كنتعاملوا مع الشركات المناولة. الشركة ديال المناولة هي اللي كتخدم الخدمة، يخدم 4 سنين ولا 10 سنين، المهم خصو يكون عنده جميع الحقوق ديالو التي تضمنها مدونة الشغل، ولكن وليس هناك أي حق اللي كيمنع العمل في المناجم عالميا. حنا شفنا في أمريكان في كندا هناك شركات المناولة اللي كتخدم في المنجم كله، كاع كل المنجم كيتسوتريتا ولا كيتناول. دائما الأسئلة ديال الزميل واللي تنحييه على المبادرة، في الاتفاق الذي عقدتموه مع النقابة الموالية لكم، دائما الاتهامات بأن أحد واحد النقابة موالية لكم حسب الادعاء، كيف تسمحون بزيادة 0.90 سنتيم للمرسمين سنويا و 0.50 سنتيم للمؤقتين، مع العلم أن مدونة الشغل كتحرم التمييز بين اداء الاجر ديال العمال الذين يمارسون نفس العمل. كنزيد السي حنين نؤكد لك بان هذيك النقابه غير مواليه لنا، حنا النقابات بجوج متساويه قدام القانون كما يعطي الدستور. فيما يخص 90 سنتيم و 50 سنتيم، 90 سنتيم عطيناها للناس اللي خدامين مع السي ام تي، بالنسبه ل 50 سنتيم المناولين اللي عطاوها، دوك شركات متفرقه. اذا الا كان هكاك غادي نقولوا حتى مثلا الشركات ديال اللي عطت في المغرب كامل خصهم يعطيو كيف كيف، هذوك راه شركات مختلفين ديال المناوله مختلفين، لي سوتريتون داكشي اللي يقدروا يعطيو راه عطاو، ولكن كاين دفتر تحملات بينكم وبينهم سي شطوبان. عندنا دفتر تحملات على ما يخص فيما يخص الميتراج وما يخص الانتاج، ولكن ما يمكنش نبزعوا عليهم اللي كان عندنا دفتر التحملات، هما خصهم يحترموا القانون ما يعطيوش قل من الحد الادنى للاجور، وما فيما يخص الزياده والتصريحات في الضمان الاجتماعي والتامين وكذا، هما اللي عارفين داك الشيء اللي يقدروا يعطيو. في اتفاق سابق سي شطوبان حيت طاح السكين، نعم اسيدي مازال كنتذكروا ديك الفاجعه ديال المصعد سي شطوبان، في اتفاق سابق عندما توفي بعض العمال اثر سقوط لاكاجيت تم وضع حد للعمال المتقاعدين، لماذا لا زال العمال المتقاعدين تيخدموا عندك سي شطوبان هنايا؟ اولا سمح السي حميد، ما عنديش العمال المتقاعدين اللي خدامين، اللي عندي تقنيين ومهندسين
المتقاعدين ولكن تيخدموا على الناس في اطار شركه، دايرين شركه خبرات وفي اطار شركات ماشي سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتد. سوسيتي ريسبونسابيلتي هادشي اللي كاين، مي يخدم كخدام وعنده صالير في الاخر ما كاينش هادشي. واش ما تعرفش تشطوبان بان السبب ديال هذا الاعتصام شكون كاع اللي حرك هذا اللي افاض الكاس هو تركيزكم على التفاوض ديما اؤكد مع نقابه دون اخرى مع صياغه محضر ثنائي. هل هذا الاجراء ما كتحسش بانه هو اللي افاض الكاس؟ سي حميد راه قلت لك ما ركزناش على النقابه وحده، ما قصيناهمش قبل ما نمشيو، عيطنا لهم قبل وهضرنا مع النقابه الاكثر تمثيليه وفي الاخير عيطنا لهم قلت لهم اجيو انتما هذا الشيء اللي عطينا للناس نعطيوه لكم انتما ونسنيو اتفاقيه جماعيه. ولكن كانوا هما تيقولوا بان خصهم يمينوا تشاوروا معاهم ماشي ان تجلس معاهم. لا جلسنا معاهم في لقاءات قبل ما نسنيو اتفاقيه. طبقنا القانون ديال 35% اللي انا القانون راه قلت لك القانون الماده 95 كتقول يجب التفاوض مع نقابات اكثر تمثيليه ولكن راه ما قصيناش هذوك الناس راه حتى احنا تعترفون بهذوك النقابات تعترفون وجلسنا معاهم قبل ما نسنيو الاتفاقيه جلسنا 93. شكرا. هذه النقابه ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حتى هما استشرنا معهم في هذا. رئيس الموارد البشريه في المنجم. نعم. حتى هذا النقابه استدعيناهم وقلنا لهم اودي راه الشركه في صدد انجاز واحد المشروع مهم اللي يضمن الاستمراريه ديال الشركه. وقلنا لهم اودي راه الاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل قدموا الملف المتداول ولكن قدموا ديال 4 سنوات على اساس يتم هذا سميتو حتى نتوما مرحبا اجيو ديروا الملف ديالكم ديال 4 سنوات. بغيتو تجيو كاع مجموعين حنا ما عندنا حتى شي مشكل. بغيتي تجيو مفرق كل واحد يجي سميتو ما كان حتى شي اشكال الا انه جلسنا معاهم ثلاثه ديال الخطرات وما داروش هذا الملف ديال 4 سنوات. وبالتالي كنا اضطرينا باش نقفوا الملف مع كما قال السيد المدير مع النقابه الاكثر تمثيليه وخرجنا باتفاق ووقعناه وطبقناه. وحتى دابا استاذ شطوبان البارح واش تزاد العدد المعتصمين لاننا البارح شنا في العدد ديال البارح ديال 6 في الشهر للزميله جريدة الصباح بأن عدد المعتصمين حوالي 200 عامل وهذا راه خطير. وهو قال بأن كيما شفتي المقال هو تيقول لك المعتصمين ومضربين على الطعام بأن وصل ال 200 تحت في الغار. سي شطوب الحقيقة عافاك الرأي العام شحال عندك في الغار معتصمة؟ واش الظروف ملائمة لهم؟ واش كاينة شي خطورة؟ كما قلت لك السي حميد هناك مغالطات كبيرة بزاف. فعلا قريت انا الجريده ديال الصباح ديال البارح تتقول بان عدد العمال المضربين عن الطعام والمعتصمين حوالي 200 عام. هذا بهتان وإفك، هذا إفك. العدد ديال المعتصمين عطيت لك انا بتدقيق عدد المعتصمين كان في غرموسر 27 عام وعدد المعتصمين في سيدي احمد كان 31 عام. هي 58 عامل اللي معتصمه الان في الغار وتيقولوا على عمق 1000 متر. هذا كذب، هذا راه ما كيفوتش حتى العمق ديال سيدي احمد راه ما وصلش 550 متر كاع بعدا، والعمق ديال غير موسار راه 650 متر. دونك اللي معتصمين راه كاين على 600 متر وكاين على 500 متر. الحقيقه ديال شحال من واحد تحت الارض السي شطوبان دابا اللي خاضوا داك الاعتصام الانتحاري؟ الاعتصام هو 58 واحد، 58 اللي عندنا في المجموع، 58 في المجموع، 27 في سيدي احمد و 31 في غير موسار. لا 31 في سيدي احمد، اسمح لي، 31 في سيدي احمد و 27 في غير موسار. دونك عدد المعتصمين كنأكد لك بان 58 عامل هما اللي معتصمين تحت الارض. بص سي شطوبان عندنا تصريح خطير لاحد العمال ولا احد المتضامنين اللي صرح لاحد الزملاء بما يلي. نتمنى من سي شطوبان بجوج.
ديالهم تيقولوا ما كاينش الكاس نيدو الشوجي لا ما كاينش الكاس ني ديال هذا. وكتشوف هنا مورا الاضراب العيالات كيطالبوا يعني بالحقوق ديالهم. الرجال ديالهم راه ثلاث ايام دابا بين ليل ونهار راه ست ايام وكيكون الاكل عندهم قليل والاكسجين قليل وهذا. وكنطلبوا من الجهات العليا يعني يشوفوا هذا السيد هذا اللي هو شطوبان المدير ديال الشركه وطاغي علينا وكيحاول يضيق لنا في العمل النقابي كيحاول يستهزئ بنا وكينطر التعسفي. يعني الا بغيتي تحقق معاه نقطه كيقول لك تخلى على نقاط اخرين هذا هو المشكل اللي كاين. تقدر تقول لي شحال من شحال عدد المعتصمين دابا؟ كاين تقريبا 84 واحد هنا وكاينه في سيدي احمد واحد غار كيبعد من هنا عاوتاني واحد 3 كيلومتر اخرى كاينه فيه شي 60 واحد اخر. يعني تقريبا راه كاين شي 141 خلق. اذا 141 خلق تيقولها شي واحد احد المقربين من جمسي شطوبان. هانت واش انت متيقن من هذا العدد اللي عطيتي لي؟ انا متيقن من العدد هذا. راه شو سي حميد هذا السيد هذا كيهضر راه هضر لك على اكثر من هادشي. تيقول لك بان الناس خرجوا التقاعد ما عندهمش الوراق ديالهم ما دافعوش لا روتريت ديالهم هذا راه غير هضره غير هضره. الشركه حنا الشركه كاع المناولة اللي خدامين عندنا عندهم جميع الحقوق فيما يخص لا التامين لا التامين على الموت لا التامين على الاخر على جميع الامراض المهنيه لا لي ديكلاراسيون ديال السينيسيس كنقلبوهم. دونك راه ما كاينش هذا الشيء. اما فيما يخص العدد انت سمعتي العدد قال لك تقريبا حوالي 140 الوغ قلت لك انا عندنا 27 في اغرما والسار و31 في سيدي احمد هي 58. وهذا العدد هذا راه تقدر تشوفوا السياسي عند الناس عند السلطات المحليه عند الطاقه والمعادن اللي غادي يعطيك هذا العدد. هذا راه عدد غير لا حقيقه في العدد ديال 200 كاينه 58 لا حقيقه في 200 ديال الزميله الصباح ولا حقيقه في هذا السيد اللي صرح لكم بان 144 العدد الحقيقي هو 58. توصلت سي شطوبان مباشره النهار الثاني مازال تنذكر من بدايه الاعتصام بانكم تعمدتم باش انكم في المدخل ديال الغار لان ما نعرفش واش الشيما ديال تما حاولتوا انكم تديروا شي بعض شي صدور اولا شعلتوا بعض شي اطار شي رويضه باش حاولتوا باش تخنقوا هذوك الناس في وسط الغار. واش هذا الشيء لان شي خطير هذا التصريح سي شطوبان الا كان هذا الشيء بصح واش هادشي كتاكدوا ولا هادي غير دعايه؟ انا كنشكك على هذا السؤال لان توضع حتى في عند السلطات ديال العماله وكاين عندنا سيرفيس دي مين حاضر. هادشي لا اساس له من الصحه. اولا انا تنؤكد لك كمهندس ديال المناجم كون شعلات العافيه في الرويضه في الغار ماشي غير هادوك الناس اللي غادي تخنقوا غادي تخنقوا كاع اللي خدامين. راه كاين في الغار 27 واحد وهذاك الغار راه تخدم فيه 217 واحد. يعني شحال باقيه الى حيدنا 27 راه تقريبا 200 واحد. دونك واش بغينا نغير اولا هذيك عمل انساني ما غاديش نديروه بعدا. ثانيا نقول لك ما عندناش الرويض في ذاك النيفو بعدا. راه لي بنو كاينين في لي شونتي هذا بهتان هذا هاد الهضره ما كايناش لان انا استنكرتها انا سي شطوبان حيت سمعتها ما يمكن ليناش نتعامل مع الناس ديالنا هذه المعامله كيف ما كانت. حق الاضراب حق واخا الاعتصام وعرقله العمل داروها ولكن حنا ما يمكنليش نتعامل مع ما تصرفتوش نتوما تصرف ديال المحاوله ديال باش تخلقوا هذه لا تبدا سي شطوبان ربما تتبان لي خطيره بزاف. هذا ما كانش وراه ونقول لك راه كاين الملتقى والمعادن تقدر تمشي تسقسي وكاين عندنا ديليغي اليجيان ديال السيكوريتي اللي عندنا سير بلاص السيد مندوب الصحه والسلامه اللي تابع لوزاره الطاقه والمعادن وعندنا في المنجم ديالي غير موسرني. تقدر سي شطوبان كيف يتم استعمال المتفجرات في المعدن؟ المعدن الاستعمال في المتفجرات كيتستعمل حسب القوانين. هاد المتفجرات راه مقننه بصفه زعما مضبوطه اللي ما عندوش لا كارت ديكسبلوزيف ما تيقيش ديكسبلوزيف البطاقه ديال الاخر. عندنا لي ديبوي سون سيكوريزي فيهم لي زالارم فيهم كلشي كيتستعمل المتفجرات بواحد الطريقه زعما امنيه 100%. اذا السي شطوبان انت تؤكد بان ما عندكمش شي واحد شي ما عندكمش شي نقابه اللي انت كتحميها انا بان كلهم سواسيه. لا انا تؤكد السي شطوبان بان ما حاولتوش باش انكم تضيقوا هاد الناس بشي حاجه ما توصلوا انكم باش تحلقوا ولا شي حاجه الى هادشي ما كاينش. اذا لتنوير الراي العام الكلمه ديال السي شطوبان للراي العام فيما يخص هذا الاعتصام اللي ما عرفناش لحد الساعه ما عرفناش فين غادي يوصل. انا كنظن هذا الاعتصام السي حميد
غير فيه مزايدات ومغالطات والتدخلات الخارجيه اللي ما يمكن ليش انا ندخل فيهم ولا نقولهم كل واحد لاخر نظرا لحاجه في نفس يعقوب. وفيه الاخر الحزازات بين النقابات صافي. علاش السنيه هذه الاولى؟ علاش ما سنسنيها انا الاولى؟ هذور كل القانون واضح وضوح الشمس في وسط النهار، لان القانون تيقول خصك دير المفاوضه مع النقابه الاكثر تمثيليه. ومع ذلك انا تنقول لك راه ما قصيناش النقابه الاخرى، وحتى دابا راه حنا مستعدين لغات السنيف مع داكشي اللي عطينا الاخرين عطيهم حتى هما، ما عندنا حتى شي اشكال. وداك الاتفاق ديال اللي سنينا مع النقابه الاكثر تمثيليه سيطبق على جميع العمال. حنا كنلبيو المطالب ديال العمال ماشي ديال النقابات، النقابات غير كاطار كيمثل العمال، وحنا كنلبيو جميع المطالب للعمال كاملين. وكان داك الشيء اللي كنتفقوا عليه راه كيستافدوا به جميع العمال. وحنا عاود واحد النقطه مهمه، حنا فيما يخص هذه الشركه ديالنا ولا لي سوتريتون، حنا اوني ستريكتيري، عندنا تصريحات للضمان الاجتماعي، عندنا التامينات ديالنا، اوني سيرتيفي باش تكون باش يعطينا واحد الكابيني فرنسي يعطينا واحد شهاده لا سيرتيفيكاسيون، يعني شهاده الجوده، راه كيدرس جميع الجوانب، لا الجانب ديال الانتاج ولا الجانب ديال التصنيع. توفرون على شهاده ديال الجوده. ديال الجوده، نعم اسيدي. وهذه راه عندنا ب 2008 2013 دونك، وراه كتجدد كل عام كتجدد. ولا لانه هذا الكابيني كيدرس جميع الجوانب وكيركز كيدير لوديت كيدير التشريح سيرتو الجانب الاجتماعي صناديق التقاعد للتامينات ولا هذا التغطيه الصحيه وجميع الجوانب مهم كيدرسها. وهذيك يعني راه كورقه كتاكد الجميع يعني باللي الشركه كتشتغل في اطار قانوني وما كتجاوبش حتى شي حاجه اللي كتمس حقوق ديال العمال. وشكرا. شكرا الاخ. اذا لتنوير الراي العام واحتراما لميثاق الصحافه، كان علينا اننا نصمتوا للطرف الاول والطرف الثاني وباش ننوروا الراي العام بالحقائق التي تقع هنايا في المنجم ديال الجبل عوام. الاخوان اللي راهم معتصمين تحت الارض، اللي حتى حنا كصحفيين كنتمناو ان شاء الله شي حل عاجل لهذه المعضله، لان حتى حنا تنعملوا بعد اسيش طوبال بعد الاخوان تنعملوا التضامن ديالنا معاهم، لان ما غاديش نبغيوهم باش يبقاو في ديك الحاله. وتنتمناو السلطات المحليه اللي راه تدخلات، تنشكروها تدخلات مع سيش طوبان ومع الاداره والعمال.